اتصال من الأخ أحمد من الصعيد. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته، يا أهلا وسهلا. أهلا وسهلا أحمد من الصعيد، كيف حالك؟ الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. أخي أحمد، تريد إعلان تشيعك؟ إن شاء الله بمشيئة الله وعلى وضوء جاهز. نعم، منذ متى أخي أحمد وأنت تبحث عن الدين الحق وكيف اقتنعت بالتشيع؟ أنا فضيلتك سني 56 سنة. نعم، من 10 سنين بس سمعت مقتل الإمام الحسين عليه الصلاة سلام الله عليه، وبقيت أنا نبكي وزوجتي تبكي وأولادي يبكون ما شاء الله، واتقربت على قنواتكم الكريمة الفاضلة وعرفت الدين حق الأحاديث اللي عندي. أنا رجل أمي، ولكن يعني نكتب ونقرأ وكثير القراءة ونبحث في كتب أهل السنة والجماعة، ولما عندما وصلت المقتل الإمام الحسين اتفاجأت بأحاديث غير الأحاديث اللي أنا حفظها وعم أقرأها. نعم، وتشيعت بيني وبين ربنا ما شاء الله ما شاء الله. والآن نعلم تشيعي أمام الله على يد الشيخ الحبيب الفاضل ياسر الحبيب. نعم، تفضل سماحة الشيخ. الله يبارك بك يا أخانا الكريم، ثبتك الله وحماك يا رب وجعل الجنة مثواك. يا اللهم امين، بحق الزهراء وابيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها والتسعة المعصومين من ذريتها يا رب العالمين. الهي امين، الهي امين. حي الله اهل الصعيد الابرار. قل على بركة الله تعالى. يا مرحبا، يا ابتسامة زي النور، يا ابتسامة زي العسل، يا نور على البيت في وجهك ورب الكعبة. استغفر الله، جزاكم الله خيرا، هذا من لطفك، بارك الله بك. قلها مدوية إن شاء الله على بركة الله تعالى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأنه لا شبيه له ولا نظير. وأنه لا شبيه له ولا نظير. جل جلاله. جل جلاله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين. وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين. وسيد الخلق أجمعين. وسيد الخلق أجمعين. ومبرأ من كل عيب وشين. ومبرأ من كل عيب وشين. صلى الله عليه وآله. صلى الله عليه وآله. أشهد أن أمير المؤمنين علي ولي الله. أشهد أن أمير المؤمنين علي ولي الله. أشهد أن فاطمة الزهراء. أشهد أن فاطمة الزهراء وأبناءها المعصومين حجج الله. صلوات الله عليه. هنيئا لك، رحم الله عبرتك، بارك الله بك. صلوات الله عليهم. صلوات الله عليهم. هنيئا لك، هنيئا لك، بارك الله بك. قل أبرأ إلى الله. من أبي بكر وعمر وعثمان. من أبي بكر وعمر وعثمان. وعائشة وحفصة. وعائشة وحفصة. وسائر أعداء أهل بيت رسول الله. وسائر أعداء آل بيت رسول الله. أشهد أن أبا بكر وعمر وعثمان. أشهد أن أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة. وعائشة وحفصة. في النار. في درك الأسفل من النار، في قعر جهنم من النار. المرايم اللي فيها شباب وسني 56 سنة بعت الواحد من سلف الملايين. أبا بكر أبا بكر أبا بكر يا مضيع عمري. بالله عمري في أحد يشوف التجربة.
إلهي آمين. بارك الله بك، صلوا على محمد وآله الأطهار. اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد الأطهار المطهرين. زيدني زيدني من صوتك الجميل سبيت الشيخ، زيدني زيدني بما عليك اقسم عليك بالزهراء وابيها وبعلها وبنيها، زيدني ما لا اسمع صوتك جميل الشرف. انا الان قاعد اروض والله اقسم بالله واتشرف بالشهاده امام يدك فضيله الشيخ، واتشرف امام المسلمين الضائعين، المسلمين المضللين، المسلمين اللي توهين توهين في حب ابي بكر الصديق، عائشه الصديقه، عائشه الطاهره، ضيعتونا يا ولد الكلب، ضيعتونا وضيعت ديننا وضيعت ايامنا وضيعت عمرنا. عائشه 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 وهي اللي عين بحق القران الكريم في سوره التحريم، ايها المضللون ايها المسلمون اللي تسمعوني امام سبيلك الشيخ يا اخواني يا اخواني اقسم بالله العلي العظيم انما تشيعت والله الذي لا اله غيره، ورايت حضره النبي، رايت مولانا وسيدي سيد الاوصياء وامير المؤمنين ابي الحسنين والله الذي لا اله غيره، وقبل ما لا اله الا الله اقسم بالله أسد الله يا أخوانا ابن عم الرسول سيد الأوصياء المطهر من نفس القرآن الكريم أيها المسلمون وأولاد المعصومين، يا أخواني يا أخواني أيها المسلمين الذين يسمعون صوتي الجبل الشيخ ياسر الحبيب أسمعونا الساعة في 24 ساعة كل عن الدين هو ناقل من علوم اهل البيت. اخواني المسلمون اللي يستمعون الان، اخواني انا كنت مضلل عندما تشيعت بيني وبين الله والله الذي لا اله غيره، والله اقسم بالله العلي العظيم رايت حضره النبي، والله الذي لا اله الا غيره رايت حضره النبي، بشرنا حبيبي بشرنا انا لا اله الا الله والله ما شاء الله لا احد، ولا نسلم في راية المصطفى صلى الله عليه واله. صلى الله والله ما كان اشهد الخروج من بيت الله والله يا لا لا حتى اخواني اخواني المدللين اتبعوا الشخصيات الحبيب اتبعوا طلعات الشيعه كلهم كلهم اولادهم كل شغلهم كيف كانوا يوم يتقبلوا اهل البيت. الوضوء غلط يا اخواني والله، والصلاه غلط، والتكتف غلط. اسمع يا فضيله الشيخ انا اسف يا مولانا، انا اسف يا فضيله الشيخ سعادتك. سمعني فضيله الشيخ؟ نعم نعم بارك الله بك يا اخانا الكريم. اسمح لي يا فضيله الشيخ يا اخواني بس عشان لسان الاخوان اللي يبرلون، لو تاخذت اكثر من البرنامج اسمح لي، فضيله الشيخ بس ما سابت مصطفى والله ربي كان اشد. اخواني اضحك علينا مولانا لما صلى علينا، والله العظيم اضحك علينا لما صلى بالتشهد، والله العظيم في العمل بتاعي كنت عامل سماد نقول لهم يا اخواني التشهد هو الدين حقيقي، سيدنا النبي قال صلى الله عليه واله من شعبات 73 شعبه كلهم في النار الا واحده اللي تدعين الاطهار المطهرين. وقنوات ريحة الدنيا من عند جيش البيوت يا اخواننا، يا الشيخ والعظيم يا اخواننا النبي يقول في البخاري النبي يهز الريح مع عائشة في الصحراء، اخواني اخواني النبي يعرف الناس حلولها بالمسامير يخالف القران الذي انزل عليه، قام كلمة يا اخواني من طلعوا من صاروا خلف النبي غير عمر وابو بكر وعلاء، اخواني الامام الحسين باهر المطهر، الامام الحسين باهر المطهر بنص القران، ابو سيد الاوصياء ابن عم الرسول باهر المطهر بنص القران، الزهراء يا اخواني السنه والشيعه يقولون ولدت الامام الحسين سنه الظهر، أي ما أخذ على ابنك من الزهراء ستنتهي من الحياة. لا إله إلا أنت يا أخواني اسمعوني والله والله سبت يوم
نصوم المطهرين الذي ظهر من الله في تطابس يطلع علينا الدوامة إلا حيثكم أنتم أنتم كما تقول. سيدي أنا آسف للإزعاج وقد تفتت سبيل الشيخ. استغفر الله أخانا الكريم. أطلق الله عليك والله نور النبي صلى والله نور أهل البيت والله الذي لا إله إلا الله مرادنا افتح نفسه أمامك والله لا يتلقى إلا محمد الله يحفظك يا أخانا الكريم. هون عليك هون عليك جزاك الله خير. الله يا أخواني أطفال البيت تفت مشاكلكم أطفال شكلات الحبيب أطفال الآيات تم الشرطين زين العلونة يصال ويصال وتصال وكلام لا يمسع ولا يبر ولا ينفع الله هون عليك يا أخي هون عليك أسأل الله أن يقر عينك في الجنة محمد وآل الطاهرين عليهم السلام. لا إله إلا الله أذكر أخي أحمد. أخي أحمد هنيئا لك هنيئا لك غفر الله ذنبك إن شاء الله وهنيئا لك الإسلام الحقيقي إسلام محمد وآل محمد حفظك الله وحفظ العائلة الكريمة وبعد عنكم كل سوء وكل مكروه وأنت أخونا الآن أخونا وأنت تاج رؤوسنا إن شاء الله أخي أحمد ونفتخر بك وبالأخوة. نعم أسمعك أخي الكريم. نعم
مثل خايف العلاء يتقصوني عندك كتاب ولا أي كتاب من كتب الشيعة بس أي كتاب أنا بس عايز مع القناة وأنا كتب فارغة ونبدأ دعاء نبدأ بس لكن خايف لأن الرسالة لما تجي ونمسك كتاب ونتكلم عشان خطر الأطفال المال أنا مش على نفسي والله ما على نفسي أنا لو دمحوني عاد عندي فهم بالنبي وأهل بيت الأطفال ولكن عشان خطر العيش بتاعتي أنا موظف حكومي. اطمئن يا أخانا الكريم، اطمئن إن شاء الله تجتمع بمواليك بسادتك بمحمد المصطفى وأهل بيته الطاهرين عليهم السلام في جنة الخلد إن شاء الله تعالى. وهنيئا لك هذه العبارات، هنيئا لك هذه المشاعر التي حقيقة نعجز عن وصفها، وأرجوك يعني التقط أنفاسك وارتاح الآن، وإن شاء الله المؤمنين وعموم المسلمين إن شاء الله تعالى يتأثرون بكلامك هذا وينصلح حالهم ويعودون إلى الرشد إن شاء الله ويتركون الضلالة ويلتحقون بسفينة النجاة بسفينة محمد وآله الأطهار عليهم السلام. بارك الله عليه. الأخوة في هيئة المتشيعين رجاء التواصل مع الأخ أحمد، وخلكم على الاتصال الآن، نأخذ اتصاله. خلي أخذ اتصاله فورا. فقط الشيخ سؤال واحد بس. نعم تفضل. نعم تفضل. أعطي تلفوني للأخ ضياء محرم أو محرم ضياء الاقتصاد المتشيع على نسمع على طول دائم. نعم شنو؟ الأخ المتشيع المصري ضياء محرم أو محرم ضياء؟ نعم نعم إن شاء الله نعطي رقم تلفون ضياء حبيبي وروحي ضياء محرم أنا أسمع دائما، يا ريت تسألونا بس رقم تلفون ورسلني عن طريق التلفون إن شاء الله. نعم إن شاء الله يتواصل معك. أنا مستعد ما أروح في المكان اللي أنا أروح له، أنا مجبور أروح له إن شاء الله. نعم فيك ونعم فيك، بارك الله فيك أخي أحمد. جزاك الله كل خير، جزاك الله عني كل خير، بارك الله فيكم. حياكم الله. آمين يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وحماك.